السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي واحنا بنشرح في برنامج مخصوص تيم نقدر نشغل السبورة ونكتب عليها الوايت بورد؟ اي هنا اقول له 200 جنيه واقول له جوين، وبعد كده هقول له اعمل لي شير للشاشة واختار مايكروسوفت وايت بورد، فيبدأ يفتح الوايت بورد. وممكن يكون في اكتر من وايت بورد موجود، بحيث لو انت عايز ترسم لي الناس مثلا ده بلاك بين ده كده اهو، ولو انت عايز تمسح اهوت، لو انت عايز تضيف تكست، لو انت عايز تضيف نوت ملحوظه معينه تقدر تشغل الحاجات دي كلها. تقدر تيجي تقول له انا من الخصائص اللي هنا، تقول له ينفع الناس التانية ترسم معايا ولا انا بس اللي ارسم. تقدر تعمل اكسبورت للصوره ديت، تقدر تفتحه في الابليكيشن،